بسم الله الرحمن الرحيم. السادة مستمعي مسامع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا محدثكم يتمنى لكم وقتا ممتعا في هذا اللقاء. نجد الآن على اليمين فريق النور. اسمي رودريغو، حاليا حسين، وأنا كما سمعتم أنا من البرازيل. وعلى الشمال فريق الظلام، جعلنا الله وإياكم من أصحاب النور دائما. الذين هناك في البرازيل هم نصارى، أبي وأمي وجميع عائلتي كلهم نصارى. الكرة الآن مع فريق الظلام. أنا كنت عمري 13 سنة وأنا أذهب مع أبي وأمي إلى الكنيسة، وكنت أقرأ الإنجيل وكنت أقرأ التوراة منذ صغير، فرأيت تناقضات واضطراب في نفس الإنجيل. رودريغو بفطرته يحاول قطع الكرة من فريق الظلام. نبي من الأنبياء الله وهو يعقوب عليه السلام صرع مع الله فغلبه. كيف هذا إله؟ كيف هذا رب السماوات والأرض يغلب؟ كيف يوصف الأنبياء وهم قدوة بالفجور والفساق؟ هذا شيء لا يدخل في عقلي. كنت أذهب وأقرأ وما دخل شيء في عقلي، الحمد لله. رائع جدا يا رودريغو، تقطعها إن شاء الله، حاول حاول ستنجح. كيف يكون المسيح عليه السلام ثلاثة في واحد؟ هذا غير معقول. كأن أقول لكم أنا حسين ونفس وقت أنا أبي وأنا ابني. من أنا؟ أحد يقول لا أنت حسين، لا أنا أبي، لا أنت أبو حسين، لا أنا ابني. والله شيء غريب. حزنت جدا، عرفت ديني ودين أبي ودين أمي وجميع دين أصدقائي وجميع دين كل قومي محرف وبدل، حرفوه. لا 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 لا، محاولة جيدة من رودريغو لقطع الكرة، ولكنها لا تزال حتى الآن مع فريق الظلام. إلى أين أتجه؟ إلى أين أتجه الآن؟ ما عليك يا رودريغو، خيرها بغيرها إن شاء الله، حاول ثانية. لكن بدأت أبحث عن الأديان، أقرأ الكتب عن الهندوس، عن التوراة واليهود والأديان. رودريغو بعد عناء يقطعها ويتجه للمرمى في محاولة لتسجيل هدف. أول ما التقيت بالهندوس، فرصة الآن متاحة لرودريغو، يسددها رودريغو، جميلة جدا. دخلت في مكانه، الناس كانوا يسجدون للصنم وخفت، شفت قلت ما فائدة أنا أخرج من دين أبي دين أمي وأدخل في دين ناس لا أعرفهم، ما تركتهم. لا 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 لا، راحت بعيدا جدا عن المرمى. حاول تركز المرة القادمة. مرة أخرى رودريغو يحاول تسجيل الهدف. اليهود كما معروف في كل العالم في البرازيل يقولون اليهود هم شعب الله المختار، محترمين مصلحين كذا، ما ذهبت إليه. يا سلام يا رودريغو، لا تضع الهدف هذه المرة، حطها حطها يا رودريغو، هو المرمى هو المرمى. ذهبت إليه المرمى. فهذا قال لي طيب أبوك يهودي؟ لا. وأمك يهودية؟ لا. فإذا لا تستطيع أن تكون يهودية. ليش؟ لأن دين اليهودية بالوراثة، إذا أمك ليست بيهودية خلاص ليست من شعب الله المختار. مرة أخرى يضيعها رودريغو. حزين والله، اكتشفت أن ديني باطل. ما علي يا رودريغو، لا تزعل ولا ضيق صدرك، الله معك إن شاء الله، والهدف جاي جاي، لكن تحاول حاول وكسر الدق فك الحم. قرأت أن الإسلام عندهم كتاب اسمه القرآن. بداية هجمة منظمة لرودريغو. فتح في بعض المكتبات. رودريغو يتخطى بشكل جيد، يعدي بشكل حلو. طلبت نسخة. يقترب جدا من المرمى، العبها يا رودريغو. أخذ نسخة وقرأت. سبحان الله يا إخوان، كل الأشياء التي أردت وأن أعتقد وأن أؤمن وما وجدت في الإنجيل ولا في التوراة وجدت في القرآن. فقل خلاص هذا دين. وجول جميلة جميلة تهز شباك فريق الظلام.